السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين الأعزاء، مرحبا بكم في عالم فرانكي وتعلم اللغة الإنجليزية. تتم الأنشطة السابقة حول الألوان colors. هيا بنا نتعرف على الأنشطة لهذا اليوم. Listen and write. يجب عليكم استماع وكتابة جيدة لهذه الكلمات. هيا افهم. Little little بيك بيك واحد الحجم ليتل صغير بيك كبير نيو نيو جديد اولد اولد قديم ليتل 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 جيد بيك بيك big جيد new عيد مرة أخرى new عيد من جديد new مرة أخرى new new oh excellent old عيد من جديد old مرة أخرى old old جيد little big new old red and circle an old green backpack an old green an old green backpack أعتقد ثلاثة three is number three an old green backpack an old green backpack Back. Okay, continue. A little yellow eraser. A little yellow eraser. It's one. A little yellow eraser is number one. Good, very good. A new red pencil case. A new red pencil case. A new red pencil case. Oh, it's number four. A new red pencil case is number four. A big blue crayon. A big blue crayon. A big blue crayon. Oh, it's number two. It's very excellent. Again, an old green backpack is number three. A little yellow eraser. Number one, a new red pencil case is number four. A big blue crayon is number two. Excellent. Little, big, new, old. Little, big, new, old. هيا نتعرف على أصدقاء فرانكي. ماكس، بيلا، أندرو. عند لولا وكل طفل لديه أدوات مدرسية مثلا ماكس لديه محفظة وكذلك بيلا ولكن باقي الأطفال لديهم أدوات مدرسية مثلا لأندرو قلم جديد وللأسف لدى لولا قلم مستعمل وغير فحل I have a big green backpack. Max, I have a big green backpack. Bella, I have a big purple backpack. I have a big purple backpack. Little Andrew, I have a new pink pencil. I have a new pink pencil. Leda Lula, I have an old gray crayon. I have an old gray
هذا من جديد. I have a big green backpack. I have a big bird backpack. I have a new pink pencil. I have an old green crayon. وفي الأخير الوحدة الخاصة بالألوان سوف أقدملك هذه اللعبة المسلية. يجب إيجاد كلمات وكذلك رسالة موجهة من طرف فرانكي لنا. لنبحث عن الكلمات الموجودة هنا في هذه الشبكة من الحروف. بيربل اللون البنفسجي مثلا هنا. بيربل يلو اللون الأصفر مثلا هنا. اولد قديم. بينك لون اللون الوردي المميز مثلا هذا. بينك بلو بلو بيج بلو اند بيج بلو اللون الازرق وبيج كبير ضخم مثلا مثلا هذا. بيج بيج فيري بيج. اورنج لون برتقالي. ليتل صغير او مصغر. ليتل براون براون لون البني المميز. براون ريد احمر. جرين اخضر مثلا هو اللون هو اللون الاحمر هو اللون الاخضر. ريد اند جرين. وايت اللون الابيض. نيو جديد. بلاك اسود. إذن اعتقد الرسالة هي I am a little I am a little I am a little a little green frog frog I am a little green frog. Frog I am a little green frog. Frog جيد. لقد وجدنا الرسالة. I am a little green frog. إنني الضفدع الأخضر الصغير فرانكي. إذا بهذا قد أنجزنا عملا عظيما حول الألوان. إذن سوف نقدم لكم إن شاء الله Play with me الألعاب the toys
الألعاب المسلية لدى الأطفال، the toys، الألعاب، play with me، هيا لنلعب معا مع فرانكي. إذن إلى اللقاء، goodbye، goodbye.